بس هذه في دمي، انا حضل يعني لحد اخر قطره بدمي ونفسي في الشهاده. انا صوبت في 20/4، صوبت يمكن كانت الساعه 3 العصر. حتى يوم اليهودي قال لي ارجع لورا انت، ما ردتش عليا، ما قال لي ارجع لورا، فيش يعني، يا دوب لسه بلف حالي زي كده. انا اكلت الطلق هنا، وانا الطلق متفجر، بس ما دخلش، ما تفجرش بطني، ضلوا طالع ودخل يومها في كتف الشاب. كان يعني حاسه امي ان انا حتصاب. انا رنت علي 3 مرات، قالت لي يما امانه ما تعدي ولا تخشي جوا، خليني طالعه برا وانا مطمئن بالي عليكي. ويوم ما انا اتصابت واخذ الجوال مني المسعف اللي كيف الاسعاف، وقال لي كنتش قادره انا يوم مش صاحيه، يعني ضل يصحي فيا يصحي فيا، مش كنتش منتبه، ماخذ مني الجوال كان يرنن على اهلي. وحتى بعد ما اتصابت وكل اشي اكتشفوا عندي المرض بعد يمكن شهر، صارت دائما تجي عن المنطقه هذه كلى. ويومها كنت انا قلت يمكن من الاصابه اشي، ما دققتش. قالت لا امي لازم ناخدك ونشوف ايش صار معك. ورحنا يوم ما فحصنا، لو قال لامي معها ورم، ما عرفناش ايامها ورم ايش. لما عملوا عمليه الستية وصوره الاشعه اكتشفوا انه مرض حميد، ولحتى الان ضايمين في بطني 6 شظايا. هذا وطننا واراضينا، احنا مش بنروح يعني نتفسح ولا اشي، هذا احنا اراضينا، اليهود اللي لازم تطلع من اراضينا.